هو أردوغان ما جاش بوزارة أو بوزراء تقنين ووزراء تجارة واقتصاد ومال وكذا، جاء معه وزير دفاع وزير خارجية ورئيس مخابرات. إذن جاء لمهمة سياسية ومهمة عسكرية في نفس الوقت. قد يكون أخذ ما كان يريد أن يأخذه مبدئيا في انتظار أنه مراحل أخرى. احنا نعرفون، احنا نتابعه في أردوغان، نتابعه في لعيبه في المشرق وفي كذا، وهو جاء يهدد وجاء مداهن ولم يطلب حكومة ولم يترك التفكير، لم يترك للمسؤولين في تونس التفكير في استقباله وعدم استقباله. في تدخل تركيا في ليبيا، ما هو موقفكم من هذا التدخل العسكري؟ تدخل أردوغان في ليبيا وتدخل في تونس، أنا هكا أنظر له. هو الاستحواذ على تونس، محاصرة مصر، محاصرة تونس، وقطع الوصال وقطع العلاقات ونقلنا إلى وضعية أخرى، وضعية المحارب. نحن لا نريدها، لا الحرب في ليبيا ولا الحرب في تونس ولا الحرب في أي بلد عربي. وكل حروب العرب الآن هي وراءها أردوغان، من قطر إلى ليبيا. اليوم ما هو موقف تونس؟ البعض يقول أن تونس غير قادرة، وأنت قلت أن تونس هي دولة كبرى وقادرة على الدفاع عن نفسها. احنا فرضت علينا الحرب، عندما تفرض علينا الحرب علينا أن نكون قادرين غصبا عنا. ماذا يعني مسؤول؟ ماذا يعني رئيس؟ ماذا تعني حكومة؟ حكومة تدافع على بلدها وعلى شعبها وعلى مواطنيها وعلى وطنها وعلى دولتها. قادرة ولا مش قادرة؟ لا، مش قادرين، قادرين، قادرون وأفضل من أكثر من القدرة عسكرية. يجي شو عسكري؟ مانيش داخل أنا في حرب. وبعدين ترك، هو أنت فاكرة أردوغان باش يجيب ما هو سيظل يهدد؟ هو سيبعث مقاتلي داعش، هو سيبعث مقاتلي أدلب اللي عندهم، يبعثهم هنا لتخريب هذه المنطقة وإقامة دولة، دولة داعش التي لم يستطع أن يقيمها هناك. فهمت؟ احنا أنا ما نحكيش فيه. ثانيا، وفي اللي نفترض أن تركيا كلها هاجمة بعسكرها، لا هي تركيا شو هالقوة؟ من يسمح لها؟ البحر الأبيض المتوسط متاعها، تونس متاعها، احنا ما معناش، احنا ما مش ما احنا مناش جزء من الوطن العربي، مش بجنبي الجزائر، انا مش جنبي المغرب، ما عنديش حلفاء دوليين، ما عنديش مصر، انا ما عندي كذا. بعدين احنا ما دخلنا في هذا المنطق، لما زلنا لم ندخل هذا المنطق، احنا في منطقة اخر. أردوغان يريد أن يحتل ليبيا، يضم ثروة ليبيا إلى تركيا، تصبح دولة عملاقة اقتصاديا في المتوسط، يحاصر مصر من جهة الشرق ويتغلغل من ورائها لجهة السودان، ثم يتحالف مع أثيوبيا لقطع النيل وإقامة مشروع داعشي يمتد من السودان حتى الجزائر. هذا هو مشروع أردوغان، وهذا هو مشروع الدولة العثمانية القديم والحديث. هذا هو اللي نحكي فيه هنا. يجب أن نرى، نفرش الخريطة أمامنا، نرى ما هي المخاطر، ما هي الرهانات، نقوم بموقف ونفعل موقفنا من خلال حلفانا وجيراننا وقوتنا الذاتية. شكرا. وبوين فينال، هذا هو المنطق السياسي.